السلام عليكم ورحمة الله. احنا الآن في منطقة كاشستو، بنصور لكم شقة 3 غرف صالة، مساحة الشقة 160 متر مربع، الدور الخامس. طبعا عندنا المدخل هنا، ما شاء الله مساحة جيدة. على اليمين على طول الصالون، عندنا هنا الصالون برضو مساحة جيدة. عندنا هذه إطلالة الشقة، على الطبيعة وعلى البحر. طبعا أيضا لها بلكونة، بلكونة مشتركة ما بين الصالون والمطبخ، برضو مساحتها جيدة. نشوف إطلالتها من البلكونة. عندنا الإطلالة هذه زي ما ذكرنا على الطبيعة وعلى البحر. نجي نشوف المطبخ، تواليب المطبخ جاهزة وراكبة. نشوف تفصيل أشياء. طبعا عندنا هنا المخرج زي ما ذكرنا، مدخل الشقة. نجي للقسم ده نشوف على طول يجينا دورة المياه الأولى، غرفة النوم الرئيسية، برضو مساحة جيدة. طبعا غرفة النوم الرئيسية لها مروش خاص فيها. عندنا هنا المروش الخاص بغرفة النوم الرئيسية. نشوف الغرفة الثانية، دورة المياه الرئيسية مع البانيو. وهنا نشوف الغرفة الثانية، أيضا لها بلكونة بإطلالة خلفية على الطبيعة. نجي أخيرا الغرفة الثالثة، طبعا هذه الغرفة الثالثة، هذه إطلالتها على الطبيعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.